اهلا وسهلا بكل الساده المشاهدين اللي بيتابعونا وبيشوفونا على شاشه القناه الاولى والفضائيه المصريه من التلفزيون المصري، وما زلنا مع حضراتكم في اجازه العيد، والنهارده مع بعض ما زالت اللحمه تتوافد علينا. معانا لحمه مفرومه النهارده ومعانا كبد، واحنا قاعدين مع بعض كده لقيت السوشيال ميديا بيكلمونا وفريق العمل الجميل شيف بوغاز، الناس زعلانه مننا وعايزين نشوف مع بعض اكله صحيه في ايام العيد، واحنا في نهايه طبعا ايام العيد فلازم ان احنا نعمل شويه اكلات صحيه. فهنعمل النهارده الكبده الضاني مع التورلي، حاجه جديده يعني تشكيله من الخضار، هتاخد كبده ضاني وتاخد شويه بهارات حلوين، خاليه من الزيوت خاليه من الدهون، وتدخلها الفرن، هتعجب حضراتكم ان شاء الله. الرواق مطلوب مننا طري ولا ناشف، هما الاثنين زي بعض والطريقه واحد، ولكن الرواق الطري سهل شويه. معانا النهارده رواق باللحمه الضاني المفرومه، هنشوف نعمله مع بعض ازاي، ياخد الفليفر والطعم بتاع الجبنه الرومي والتركية بتاعت الشيف المغازي. معانا كمان بمناسبه الحر والصيف، وانا متاكد ان ما زلنا نتوافد وجبران الخاطر ونعيد على بعضينا، معانا النهارده ايس كريم المانجا. بالايه يا عم الشيف؟ بالايس كريم المانجا. هنعمله النهارده مع حضراتكم او سموزي المانجا بالايس كريم. معلش استاذ رحاب، سموزي المانجا بالايس كريم، هنشوف نعمله مع بعض ازاي، ويفضل الايس كريم هنا يكون ايس كريم فانيليا. في اطفال معانا على السفره واحنا ما زلنا في الاجازه، فانا هعمل لحضراتكم النهارده نوع بطاطس سلطه جميل جدا، مش هتتقلي في الزيت، البطاطس دي هتتسلق وهتتعمل على طريقه الشيف المغازي، طبق سلطه هيعجبكم ان شاء الله. نعمل حاجه حلوه دلوقتي، نعمل صينيه البطاطس الجميله الحلوه للاطفال. هنعملها ازاي؟ مقاديرها على الشاشه يا استاذ رحاب بعد اذنك. صينيه بطاطس، لان الاولاد هيعترضوا على السفره. يقول لك يا ماما سلطه البطاطس، صينيه بطاطس، كنت عامل صينيه بطاطس امبارح. سلطه البطاطس بالبقدونس، هنشوف نعملها مع بعض ازاي. حلو قوي. ما هو دايما في ارتباط وثيق بين صينيه بطاطس والحاجات الحلوه اللي احنا بنقول عليها دي. ناخد البطاطس الحلوه دي كده زي ما هي، ومعانا بيض مسلوق في المقادير، ومعانا بصله ناعمه فص توم محترم، ومعانا بقدونس مفروم ناعم. ناخد البطاطس زي ما هي كده يا عم الشيف اهو، والبطاطس بين ايديا. خلوني اقول لحضراتكم شويه معلومات كده مهمه جدا، ونعرف الاول علشان اللي بيسمعونا دلوقتي وقاعدين بنعيد على بعض، القيمه الغذائيه للبطاطس اللي هي اهم حاجه ايه هي يا عم الشيف؟ البطاطس فيها كربوهيدرات، فيها نشويات غير ضاره نهائيا، خلي بالك. ليه يا عم الشيف؟ لان احنا لما بنقليها في الزيت احنا اللي هنا بنتعامل معاها بقساوه. البطاطس طالما اتسلقت بالقشره وشلنا عليها القشره بعد ما بردت كده بقت في الامان، نستفيد بالنشويات بتاعتها والكربوهيدرات بتاعتها لبناء كمال الاجسام ولبناء الصحه والذاكره، وعارفين الكربوهيدرات ديت مفيده جدا لكل اعضاء الجسم. ولكن النشويات اللي موجوده في البطاطس غير اي نشويات موجوده لا في رز ولا في شوفان ولا في اي حاجه خالص. ليه؟ بتمتص السموم اللي موجوده في الجسم. سبحان الله، ربنا نعمه كتير على الانسان. من البطاطس دي بنقتل السموم اللي موجوده في الجسم. وفي فكره كمان حلوه على فكره، النشويات اللي موجوده في البطاطس تقدر تستفيدي بيها في حاجات كتيره قوي. يعني عملت طبق شوربه وغصب عنك طلع ملح وزياده، هتاخدي قطعه من البطاطس تحطها في قلب طبق الشوربه، أصبحت البطاطس دي امتصت الملح اللي موجود فين؟ في الشوربة، وهكذا. شفتي؟ الشكل ده كده زي الفل. قطعتها كده، معانا بيض مسلوق برضو، هنشوف ازاي نقدمه معاها. أنا شخصيا بحب السلطة دي كده لأن بحط عليها زيت زيتون، بحط عليها فص توم ناعم. هعمل خلطة كده دلوقتي هتنزل عليها هتعجبكم أوي. ويبقى هنا في عملية توازن على السفرة. عملنا كبده، ممكن الاولاد يقول لك يا ماما عايزه رز ابيض، جبنا الرز الابيض على السفره. الرز الابيض موجود معانا يا شباب، ايه الحلاوه دي؟ بوله رز بيضه حلوه كده قالب اهوت، وعليه ورده حلوه، ورده حبنا. ومعانا الطبق السلطه الخضراء الجميل زي الفل. دي كلها اساسيات تبقى موجوده على السفره. كده احنا قطعنا البطاطس بالشكل ده كده تمام. دول عايزهم انا يترموش، وناخد البطاطس دي ونتبلها مع بعض كده سريعا. معانا بقدونس مفروم ناعم، اللهم صل على النبي، زي الفل. بصلايه مفرومه ناعم، سنه شبت صغيره ما نكترش منه، عصره ليمون حلوه. فين الليمون يا شباب؟ تمام الحمد لله زي الفل.
شويه نعناع يابس حلوين كده على البطاطس مع زيت الزيتون. خلي بالك لو حاطه ملح في سلق البطاطس ارفع ايدك من الملح كده في التتبيله، حاجه من الاثنين، البطاطس حطيتي ملح في سلقها يبقى ما تحطيش ملح في التتبيله. شايفه ان الملح قليل اعملي تيست كده، حطي شويه ملح مفيش اي مشكله. هنقلب البطاطس دي يا عم الشيف، وبعد كده نجهز سرفيس حلو نغرفها عشان معانا بيض مسلوق. اه الله، بقدونس اه، عندك ريحان اخضر هتبقى احسن مني. عندك صلصه البيستو اللي بتعمليها وتحطها في الثلاجه اللي هي عباره عن لوز ريحان توم ينضربوا في قلب الخلاط وتحطها في برطمان المربى اللي خلص وتقفليها. برطمان مربى خلص ما تضحكش، يعني ايه بتحط يعني البرطمان المربى خلص ما يترميش، تحط فيه حاجات وتتحفظ في الثلاجه. امهاتنا بيعملوا كده، ربنا يديهم الصحه وطولة العمر، علمونا كده. فتعملي صلصه البيستو ريحان اخضر لوز وتوم في قلب الكبه بقى ناعم كريمي، تيجي حاطاه في برطمان المربى اللي خلص المزم منع اللي خلص دي وتحطهم في الثلاجه. ادي البطاطس اهيت زي الفل تمام. عندنا بيض مسلوق، البيض المسلوق ده هنعمل فيه يا عم الشيف جارنش برزنتيشن. احنا اتفقنا ان احنا بنعمل طبق سلطه للاطفال الحلوين. اه ادي البيض، اللهم صل على النبي. انا بقى بحب ادلع البيض ده كده وانا بقطعه بلونه حلو. اه نعم اه اه. واصبح زي ما قالت الاستاذه رحاب، طبعا عندها ثقافه علميه غذائيه، قالت وجبه كامله، هي معاها حق. بروتين حيواني بندور هنلاقيه، نشويات هنلاقيها، كربوهيدرات هنلاقيها، سكريات البطاطس فيها سكريات هنلاقيها، اهو الياف هنلاقيها، بقدونس، توم يخلصنا من الكوليسترول ومشاكل الدم هنلاقيه، عصير ليمون، فيتامين سي موجود، زيت زيتون يساعد على تخليص الجهاز الهضمي من الفضلات والامساك موجود. قولوا له عايزين ايه بس ومش موجود واحنا موجودين. اهو اه نخلص. حاضر يا فندم. البيت كده موجوده حلو تمام زي الفل. الطبق السلطه ده حطه كده. مطبخنا النهارده على شاشه القناه الاولى، على شاشه القناه الاولى. كل سنه وحضراتكم طيبين وكل عام وانتم بخير، وكل الساده المشاهدين اللي بيتابعونا في انحاء العالم كالعاده على شاشه القناه الاولى والفضائيه المصريه في المناسبات كلها بالسايبينكم. في العيد اكتفي طبعا بكل انواع اللحوم اللي عملناها، سواء اللحوم الشرقيه والشعبيه والاكلات الشرقيه والشعبيه العالميه، بس بداش حاجه من راس الخروف لغايه العكاوي عملناها. عملنا النهارده طاجن تورلي بالكبده الضاني صحي عشان اللي عايز اكل صحي في ايام العيد. عملنا كمان صينيه رقاق بالامانه، هي ما فيهاش دهون كتير، هي لحمه ضاني فيها دسمه شويه مع الرقاق بتاعنا اللطيف، غاليه من الشوربه يعني. وعملنا سلطه بطاطس للاطفال الحلوين فيها الطعم والفليفر المصري بخفه دم مصريه. عملنا سموزي المانجا بالايس كريم لطيف وجميل، ومعانا كمان مانجا طازه اللي عايز ياكل مانجا، وكل البيت مانجا. رؤية فن ابداع بنشوفه كل يوم على شاشه القناه الاولى والفضائيه المصريه. منين يا مغازي؟ من ماسبيرو.
الحبيبي.